جمعية صيانة المدينة بالمهدية. التات في هذه الجمعية إلى العمل على تنمية المدينة، تنمية شاملة باستعمال كل وسائل والطرق التي يخولها القانون، وذلك يدفع الحركة الثقافية. المدينة هي جمعية من جمعيات المجتمع المدني المهدية، تأسست عام 76. كانت في منذ التأسيس كانت جمعية متصلة بالبلدية. القانون الأساسي أسست فيه الجمعية يعطي تركيبة الهيئة، يكون رئيس البلدية هو رئيس الجمعية، والكاتب العام هو كاتب عام البلدية، والأعضاء بطبيعة الحال مختارين. البرج العثماني وقع بناؤه في أواخر القرن السادس عشر ميلادي من قبل الأتراك العثمانيين عندما استقروا نهائيا بالمهدية، وهو برج عسكري مخصص لاحتواء الحامية الإنكشارية. الأرضية الملائمة لإجراء الانتخابات واضحة بالنسبة للجمعية. شنو أهداف الجمعية معنا؟ المشاريع المستقبلية؟ هي الأهداف الأساسية اللي بعثت من أجلها، هي أول شيء صيانة المدينة العتيقة ومختلف المعالم والمواقع الأثرية، معادلة العمل البلدي مهما كان نوعه مهما كان نشاطه، تنشيط التعاون وخاصة علاقات التعاون الخارجي مع عديد المدن والجمعيات في الخارج، وبطبيعة الحال هي الحرص على المحافظة على الطابع المعماري سقيف الكحلة. يعود بناء هذا المعلم إلى أوائل القرن الرابع هجري الموافق لأوائل القرن العاشر الميلادي، وهو يمثل البرج الرئيسي للسور البري لمدينة المهدية، كما كان يمثل المدخل الوحيد للمدينة برا. إنجاز المشروع. طبعاً حال فما تهيئة الواجهات بالمدينة العتيقة، قمنا في مرحلة أولى في تدخل في زوز أنهش في المدينة العتيقة وعناية وترميم الواجهات وإكساء الطابع الخاص بالمدينة. بطبيعة الحال المشروع هذا ميزان متوسط، عندنا قسط ثالث إن شاء الله ما زاد بصدد القيام بها وبصدد الأعداد للدراسات و الميناء القديم. يحتل هذا الميناء منخفضا يفصل بين مرتفع سيدي الجابر ومرتفع البرج الكبير على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة المهدية.